بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا زالت الحرب مستمرة على نوح وأتباعه من المؤمنين. هكذا شأن العصاة والطغاة، لا يقبلون الحق بسهولة أبدا. ولا تزال امرأة نوح تشيع في المدينة أن زوجها مجنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بال نسوة أبنائك منصاعون لنوح وأفكاره الغريبة؟ ماذا تقصدين يا سمراء؟ علينا أن نقلب تلك النساء على هؤلاء الرجال. وما هي النتيجة التي ستعود علينا؟ عدم الاستقرار. كيف؟ إن النساء إذا ما تركن بيوتهن وقع الرجال في حيرة من أمرهم. فهمتك يا سمراء، ولكن نساء أبنائي يحبون أزواجهم ويطيعونهم. إذن فاتركي لي أنا هذه المهمة يا والها. سأنتظرك يا سمراء لأرى نتاج مكرك. ناكر، قل لي ماذا فعلت أنت وسمراء؟ سنبدأ في إحداث وقيعة بين نوح وقومه. وأنا سأفعل ما هو أشد، سأسعى لخراب تلك البيوت وتدميرها. خذا هذه الأموال لكما ولكل من يتعاون معكما للقضاء على نوح هذا وبأي طريقة. ستنتهي تلك المهزلة عاجلاً أو آجلاً يا أميرنا السامق. هل لمولانا السامق أوامر أخرى؟ لا، انصرف الآن أيها الإله ود. هل تتركنا وحدنا في حربنا ضد هؤلاء الضالين المضلين عن سبيلك؟ هل صحيح ما يقوله الناس عن نوح؟ وماذا يقول الناس عن جدنا؟ يقولون إن جدكم مجنون. إنه ليس مجنونا، إنه نبي من عند الله. هيا بنا يا أخي كوش.
ماذا بكما؟ ماذا بك يا كوش؟ ما الذي يبكيك يا قوط؟ يقولون إن جدي مجنون. من قال لك هذا يا قوط؟ الأطفال، وهذا ما أبكانا. لا تصدق هذا الكلام السيء عن جدكما نبي الله نوح، إنه رسول من عند الله. أنا حزين يا أمي. وأنا أيضا يا أمي أشعر بالحزن. أعرف من قالت هذا عنه، إنها والها زوجته التي لا تعرف واجباتها تجاه زوجها نبي الله. لن ألعب معهم مرة أخرى. وأنا أيضا لن ألعب معهم. نعم، هذا أفضل بكثير. ها هو نوح قد استجاب لأمر الله تعالى، زرع الأشجار من أجل بناء السفينة ولا يلتفت إلى استهزاء قومه. يعمل ليلا ونهارا مطيعا لأمر الله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.